It's very weird. الأسد عايز إيه؟ الأسد عايز يحتفل، هو مستني احتفال، يمكن يكون احتفال بالارتباط، ارتباط رسمي، أو مستني احتفال بعيد جواز، عيد ميلاد، في مناسبة الأسد متوقع إن هو يحتفل بيها، عايز يحتفل بيها طبعا مع شريكه. نفسه شريكه يديله حاجة، هو مستني منه حاجة. سيبكوا بقى من البنتكلز إن هي كوينز، لا مش شرط يكون فلوس، مش مستني منه فلوس، مستني يديله حاجة، مستني منه عطاء من نوع ما، حتى لو اهتمام يعني. شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتخلى عنه، بيبعد عنه، مش قريب، مش قريب بالدرجة الكافية على الأقل يعني، ده أنا بحاول أقولها بألطف طريقة ممكنة، بس هو بيبعد ومتجاهل الحب والمشاعر والحاجات دي كلها، وإيه وسايبه ورايح في حتة تانية. شريك الأسد عايز إيه؟ شريك الأسد King of Cups، هو حابب يديلك مشاعر، عايز يديلك مشاعر أكتر، معرفش إيه اللي موقفه، يمكن يكون حاجة فيك بينك وبينه مثلا، إنه أنت يمكن زعلان منه في حاجة، أنا مش قادرة أفهم، بس هو عايز يديلك مشاعر. نفسه في برج بينكم، نفسه يتهد، نفسه يتهد. بصوا بقى، أفتكر إن البرج اللي بينكم ده شخص، ده شخص، الشخص ده أو حتى ممكن تكون صفة فيك في الأسد، نفسه إنها تتهد ويحل محلها حاجة أحسن، أو في حد عامل لك غشاوة على عينيك يا خليك مش مقيم الموضوع صح، واللي بيأكد لي ده حاجة كارت هنشوفه بعد شوية. شايفك ازاي؟ شايفك خبر حلو، يعني انت بتسر قلبه، بتدخل في قلبه السرور، حاجة طاقة إيجابية بحتة يعني. الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة، انتوا شكلكم داخلين على مرحلة جديدة ومرحلة حلوة، أو دخلتوا فيها بالفعل. ده كارت زواج كويس، انا بشوفه كارت زواج، او التوجه نحو الدين، او بتمروا بظروف وحشه جدا، يا ده يا ده. بس في حاجه جديده هتحصل، في حاجه هتشتغلوا عليها، هتصلحوها، في حاجه هتتصلح، زي ما انتوا شايفين هو قاعد بيصلح حاجه، في حاجه هتتصلح كويس. انا مش عارفه ده شغلك ولا شغل شريكك، بس اللي حسسني انه في حد هو اللي مسبب المشكله بينك وبين الاسد الكارت ده. شايفين هو قاعد، ده واحد ملك وملوي هدومه وقاعد وحاجه حلوه جدا، وجنبه هذا الكائن الطفيلي ده بينصحك نصايح مش كويسه، ده مش بيتمنى لك خير. في طرف في العلاقه دي بتاعت المجموعه الثانيه للاسد مشوش على رؤية حد فيهم، يا إما الأسد أو شريكه، فاهمين قصدي؟ بس أفتكر إن هو الأسد، لأن اللي نفسه الغشاوة تنزح هو شريكك يا أسد، في حد مسيطر عليك أو مش مسيطر عليك، أنت مدير ودنك والشخص ده مش كويس، مفهمك صورة غلط عن شريكه. البرج ده لما هيتهد هتبتدي تشوف الصورة أوضح وهتشوفها أحسن، وهتشوف يعني شريكك أو حبيبك على حقيقته فعلا، مش بالصورة اللي الشخص ده أو البني آدم اللي بيوسوس لك ده مصورها لك، لا. فهمت قصدي؟ الطاقة ما بينكم حلوة جدا، زي ما قلنا الأسد مستني احتفال، مستني عطاء أو حاجة معينة من شريكه. الأسد شايف شريكه بيبعد عنه، ومش دي الحقيقة، أنا مش شايفة إن دي الحقيقة خالص، شريكك بيحبك يا أسد وعايز يقدم لك الاهتمام وكل حاجة، بس في حاجة واقفة في طريقه، في حاجة مضايقاه، لمجرد ما هتروح هتشوف كل الحاجات دي وهتبان لك بصورة أوضح. شايفك خبر حلو وطاقة تفاؤل وحاجة حلوة جدا، وطاقة ما بينكم فيها مرحلة جديدة، أفتكر أنتوا هتشتغلوا على الموضوع وهتصلحوه يا أسد مع بعض. ده فعلا صح جدا، كلام صح في الابتعاد العاطفي للأسد، تمام، ده فعلا صح. بشكرك يا أم حياتي، أمل حياتي، بشكرك. طيب
شوفوا بقى مين الشخص اللي عمال ينصحكم النصايح اللي مش لطيفة دي، وأي حد مدخلينه في العلاقة. هرجع تاني وأتكلم على الحموات، بليز أرجوكي كل الحموات خليكوا كده جمال، خليكوا حلوين، وسعوا للخير. يعني اي زعلة تحصل حولي، يعني معلش هات الغلط على ابنك او بنتك احسن، عشان الدنيا تمشي وما يبقاش حد شايل من حد. لان هقول لكم على حاجة، بيحبوا بعض جدا، ف هيبقى انتوا شكلكم وحش في الاخر، هيتصالحوا كده كده هيتصالحوا. فخليكم كده محضر خير وصلحوا ما بينهم ان شاء الله. ربنا يعني ربنا هيكافئكم على حاجة زي كده اكيد. تمام. محمد ابعت على الصفحة. اوكي ان شاء الله يا نسرين. اوكي ده شغل جديد ان شاء الله باذن الله يا ماما توجي. مفيش حاجة بتتصلح، ما تقوليش كده يا مريم، ان شاء الله هصلح كل حاجة باذن الله هتتصلح. ده اللي انا شفته، عايزة تصدقيني صدقيني. الصبر طاب. طيب صبر طيب، اهلا بيك نورك. الظروف صعبة في صلح في صلح الأسد مع أسد. اه دي حقيقة، دي حقيقة. اوكي الحظ في العمل. نيجا انا شفت العمل في عند الأسد كويس، وفي يمكن عنده سفر كمان. مريم لو دي الحالة، لو دي الحالة حاسة ان جواكي طاقة مش كويسة، طاقة سلبية، رحتي على الصفحة حاول اساعدك. كلميني كلميني نشوف ممكن احاول اساعدك ازاي. كلامك صح جدا، انا بموت فيكي يا علا، تسلمي لي يا روح قلبي. صح جدا يا سرسوره، ميرسي يا روحي. انا كانت ما تقولش على نفسك كده يا راشد، ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. اوكي الكلام ده 100% يا ست الكل. يا حسني بشكرك جدا جدا. اوكي يا رب باذن الله. طيب خلينا نشوف اخر مرحله، مش عارفه نستعجلها ليه النهارده. اللي مش مرتبط اصلا يا انا مش عارفه اسم اسمك، حود، حود اطوان. انا شفت الناس اللي ما عندهمش ارتباط خالص، مش في علاقه اصلا، لا مفيش علاقات جديده، يعني السناجل سناجل وانجوي. السناجل بليز انجوي. هنشوف المجموعة الثالثة والأخيرة، برج الأسد. أيوة أيوة أيمن. جميل جميل، يا سلام يا سلام. أوبا طيب، تطور مادي حلو قوي المجموعه الثالثه، حاله امان سيكيورتي، مش عاتل هم ان شاء الله، مش عاتل هم خالص للحاله الماديه. الحاله الماديه عندك حلوه جدا، وبص فرحان بنفسك ازاي وشكلك رايح على مغامره، هتعمل مغامره. وكمان بيوصفك يا اسد شخص تلقائي، شخص ايجابي، شخص كده عفوي على طبيعته. عندك شوية تهور، في شوية تهور، بليز احسب بس خطوتك كويس. بس شكلك داخل على مغامرة جديدة، بس الكارت طاقته حلوة جدا، شمس طالعة وانت مبسوط وايه وحالتك المزاجية كويسة جدا الحمد لله. هنا the lovers ده في حالة ارتباط بس مش جديدة، دي مش مشاعر جديدة، دي مشاعر موجودة already، بس انت مرتبط بشريكك. طيب في هنا حالة هروب بتحصل، بتهرب من ايه يا اسد؟ بتهرب من ايه؟ شكلك عامل الحاجة غلط وبتهرب منها. مش عايز تواجه، او على الاقل مش عايز تواجه، يعني خلينا نقول مش لازم تكون عامل حاجة غلط، مش عايز تواجه حد دلوقتي وراحتك، انت حر اصلا، يعني ده هو اللي كسب، يعني لو انت ما واجهتوش هو كده الكسبان، لان مواجهتك صعبة جدا. عندك الشمس، الشمس ساطعة وطالعة ومنورة الدنيا كلها، الشمس يعني فرح،
يعني طاقة إيجابية، يعني نجاح، يعني صحة، حاجات حلوة قوي، وأمان. ودي أهم حاجة عندي بصراحة، أحلى إحساس في الدنيا إحساس الأمان، مش خايف من حاجة خالص، الحمد لله الدنيا عندك حلوة قوي قوي. طيب نخلي بالنا بقى من الحاجات الحلوة قوي الجميلة دي عشان تحتها الجزمة دي. The devil ده بيوحي بالحسد أو بالسحر. نخلي بالنا بقى من التطور بقى المادي والعلاقة الحلوة اللي فيها ارتباط دي والشمس اللي طالعة والمغامرة اللي انت هتعملها، ان في قر اعمال بيحصل من وراك. حصن نفسك، بلاش تتكلم، ما تقولش، يعني معرفش هو ربنا قال وما بنعمة ربك فحد، بس معرفش يعني، حاول تحصن نفسك على الاقل على الاقل، واحد مش عارف يعمل ايه ومعرفش. خلي بالك في طاقة حسد عندك يا أسد جامدة جدا، خلي بالك، أو ممكن تكون وصلت للسحر كمان. مجهود مبذول في العمل واضح جدا جدا جدا، بس ممكن تعمل أكتر، كمان ممكن تعمل أكتر، دوس على نفسك أكتر شوية. في حد شكله في مجال العمل، مش شرط يكون برج أسد، بس هو شخص مخيف مخيف وذو سلطة، كويس؟ أفتكر ده عندك في العمل، ده سيطر عليه كده بالطبطبه زي ما هي بتعمل بالظبط، شايفين؟ اتقي شره يعني، بمعنى اصح اكسبه، حاول تكسبه لصفك. ايه اللي كانوا بقى بيسالوا بالنسبه للسناجل؟ سناجل المجموعه الثالثه في عندهم مشاعر جديده، في شخص هيظهر كده ويقدم عرض مشاعر جديده. لو كان الشخص ده ظهر بالفعل فاحنا بنتكلم في خطوبه، في علاقة جدية. كنت ده نصيحته، انه اظهر مشاعرك يا اسد، اظهرها، الشخص ده الشخص المناسب، اظهرها ما تخافش. يعني في عندك موت لألم يا اسد، المجموعة الثالثة اللي كانوا بيعانوا من حاجة نفسية او اي حاجة حتى جسدية، ان شاء الله في موت للألم، no pain anymore، خلاص الألم هيروح. انا مش عارفة ده هل لانه الموضوع اتعالج وخلص، ولا يا عيني انت اتعودت على الوجع ده، بس انا حاسه ان هو اتعالج وان انت بقيت كويس والدنيا كويسه قوي قوي قوي. هلخص القرايه كده، ان شاء الله تطور مادي كويس جدا، ان شاء الله مفاجئ كمان، حاله ارتياح وامان من الناحيه الماديه، ارتباط قوي مع شريك، في حاله هروب من مواجهه، الشمس وجمال الشمس اكتر كارت بحبه، بفكر اعمل غلاف في كتاب الكارت ده. يعني في جهد مبذول جامد في الشغل، بس انت ممكن تعمل اكتر. في هنا حالة عفوية كده، وزي ما انتوا شايفين ماشي بيتمخطر كده ومش فارق له حاجة، وشكله داخل مغامرة. موت لألم، الحمد لله في شخص هيظهر نفسه، او الاسد نفسه لو هو ولد، يعني هو اللي هيظهر نفسه وهيقدم عرض لشخص معين، عرض ارتباط. خلوا بالكم الحسد يا اسد جدا جدا، العين عليكم جامده قوي 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 الفتره دي، لان ما شاء الله الدنيا عندكم حلوه. الشخص العنيف ده اللي انت تعرفه اللي يخوف بالطريقه دي، حاول تكسبه بعقلك، روده بعقلك، ان شاء الله هتقدر عليه باذن الله يا هدير، ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ربنا يسعدكم كلكم يا رب. لا بصي انا خلاص ابتدى يبقى عندي ثقه في نفسي صراحه في المواضيع دي، لان قرايات كتير قلتها سواء عامه او خاصه، والحمد لله بتتحقق، الحمد لله، ان شاء الله ربنا هيبعت الخير. صح يا رب من حاجه فعلا، ومش عاوزه اواجه. انت صحي؟ طب تمام يا نونا، خلاص لو انت شايفه حبيبتي ان انت مش جاهزه لمواجهه دلوقتي مش مشكله. يا وسام حبيبتي انا تحت امرك، ابعتي لي على الصفحه حبيبتي وانا معاكي يا روح، بس اخلص بس اللايف. حتى فكرة السحر ظهر، هدير ما تخافيش من حاجة خالص، مفيش حاجة بعيدة على ربنا، مفيش حد أقوى من ربنا، كل حاجة بتتفك طبعا يا رادي. الأسد أهو، أسد بيتكلم، احنا ما بنخافش من حاجة، حد في أسد في الدنيا يخاف فعلا؟ فعلا يا سوما، خلوا بالكم، وقلت لكم بالنسبة لموضوع الأحجار، الحجر الازرق اسمه الفيروز تقريبا، الفيروز ده هو ده بتاع الحسد، هتلبسوه سلسله، خاتم، اي حاجه، المهم يبقى
ملامس جسمكم الحجر ده مجرد ما يتشرخ او يتكسر معناه ان هو اخد طاقة الحسد بدالك، تاخده ترميه وتشتري غيره، ما تمشيش من غيره بقى، بيحمي فعلا. الناس الحاجات اللي كانوا بيقولوها زمان الخرزة الزرقاء والحاجات دي، على فكرة دي مش خرافات. الحجر ده ليه طاقة، طاقة بيعمل عليك عازل ان الحاجة ما تصبكش انت، وهو اللي يتصاب مش انت. اللي عايزين الاحجار دي انا حاطه اللينك بتاع مملكه الاحجار الكريمه اللي قلت لكم عليه، وعامل خصومات هايله جدا دلوقتي. روحوا قولوا له انا من طرف اميره واشتروا الاحجار دي للحسد، هايله هايله فوق الهايله، ومش غالي على فكره، الحجر ده مش غالي خالص. وزي ما قلت لكم عامل كمان خصومات كتيره قوي. مساء الفل يا ايناس، اهلا اهلا، كله صح. طب مخدوده ليه ايه؟ ما تتخديش. سؤال جد، هو حد لو عرفتي انه ممكن يحصل له حاجة وحشة يقدر يغيرها؟ طبعا طبعا يا جيمس. الدعاء اول حاجة، الدعاء يغير الاقدار، ده حاجة مسلم بيها عارفينها من احنا عيال صغيرين. تاني حاجة، حاول تتفادى الحاجة اللي كانت هتأدي للحاجة الوحشة دي، بما ان يعني انا اديتك انذار بحاجة اكيد في حاجة هتحصل قبلها، فانت غير الخطة. طبعا الدعاء بيغير الاقدار اكيد 100%. اوكي غيره، هو انا مش هعمل بلوك لحد ولا ايه؟ يا راشد انت بتتلكك تعمل بلوك يا ابني، انا ما بحبش على فكره اعمل بلوك لحد خالص الا لو خرج عن الحدود، غير كده سيبهم. حتى اللي بيقول لي يعني الحاجات الوحشه اللي بيقولها دي، مكارم الاخلاق تعمل ايه لمقاومه السحر؟ سوره البقره ليها تاثير عظيم في الموضوع ده، في السحر والطاقة السلبية واي حاجة سلبية، اي حاجة وحشة. سورة البقرة 3 ايام بس تقعد تسمعها، مش شغالها وتمشي، اسمعها كويس. في ادعية معينة وايات معينة بتتقال للتحصين ضد الحسد، ياريت تتقال باستمرار. بخور المستكة كويس جدا، انا بستعمله كل فترة والتانية لازم اعمل بخور المستكة ده في البيت، وتفتح الشبابيك كلها. برضه بيقاوم السحر وبيقاوم الحاجات دي. طبعا الصلاة، العبادات اللي بيبقى بيتعبد ده وبحالة روحانية، فاهمين قصدي؟ في فرق بين الصلاة ان واحد بيقوم بفرض وبيردد كلام وبيعمل حركات بدون روحانيات وبدون خشوع، وبين حد بيصلي بقلبه، فاهمين قصدي؟ اللي بيصلي بقلبه طبعا حاجة تانية، الطاقة فعلا بتملاه، فلما نصلي نصلي بقلبنا فعلا ان شاء الله. طبعا دي بتحصل من كل حاجه، وربنا طبعا قادر على كل شيء يحصلنا من كل حاجه. وفي طبعا ناس بتفك الحاجات